دا داركم وسيلة دافع عندكم. إذا نعرفوا اليوم بداية أسبوع، بداية أسبوع امتحانات، إن شاء الله نطلبوا ربي وليداتنا وجميع التلاميذ والطلبة المقبلين على الامتحانات نقول لهم ربي ينجحكم إن شاء الله. وبالمناسبة فضلت نستضيف صديقتي الشيف مفيدة اللي نرحب بها ونقول لك صباح الخير. أحلى صباح وسيلة والمستمعين الكرام اللي راهم يسمعوا فينا. شكرا لك، شكرا لك على الحضور مفيدة. وكما كما قلت في البداية اليوم بداية الامتحانات، إن شاء الله طلبة وتلاميذ ربي ينجحهم. وفضلت أنه تكون دردارك ركن الطبخ اليوم، حصة سبيسيال مميزة فيها وصفات جميلة لوليداتنا المقبلين على الامتحانات. كما نعرف وسيلة عندنا الأطفال، نعرفوا زبيب اللي يزيد في نسبة الذكاء الأطفال، وهايل وهايل، وكاين نعم. أطفال اللي ما يبغوش. نعم، هنا جبت لهم وصفة أن كيك بالزبيب. أعطيك صح على بركة الزبيب باش ينجموا الأمهات يعطوه للأطفال. نعم، باش يكلخوا لهم باش ياكلوا ذاك الزبيب بلا ما يفيقوا، باش تطلع لهم فهمة، باش تطلع لهم الفهمة للراس. شكرا لك، تفضلي. بسم الله نبدا. عندنا 4 حبات بيض، 400 غرام فرينة، 250 غرام زبيب، كاس كبير من الحليب، 230 انا 230 غرام جوز، واللي ما توفر لهاش الجوز يعني قرقع، اللي ما توفر لهاش القرقع تنجم تعوضوا بالكاوكاو يكون مقلي ومحمص ومرحي غايه، 200 غرام سكر. نعم، حنا دو بريفيرونس شيف مفيده القرقع معليش نشرو شويه هكا كميه صغيره لوليداتنا بزاف تقدم. نعم، عندنا نصف كاس تاع دهان دايب، نصف كاس زيت، يعني هنايا نتحصل على كاس على كوب بين زيت ودهان دايب، وعندنا زوج خميره حلوى وفانيلا. نعاودو غير المقادير شيف مفيده، نعاودو المقادير. 4 حبات بيض، 400 غرام فرينه، 250 غرام زبيب، كاس كبير من الحليب، 230 غرام تاع جوز يعني قرقع، ولا ما متوفرش عندها القرقع تعوضوا بالكاوكاو، 200 غرام سكر، هنا نقصت السكر. نعم، نصف كوب تاع دهان دايب ونصف كوب تاع زيت وزوج خميرات تاع الحلوى ومغرفه كبيره تاع فانيلا. نعم، نحكم اناء تاعي نخلط فيه زبيب مليح مع الفرينه ونحطهم دو كوتي. نحكم هنايا نطلع البيض مع السكر والدهان من يطلعوا غايه، نضيف لهم الكاس كبير تاع الحليب. نعم، ونضيف لهم الخليط تاعي تاع الزبيب والفرينه والقرقع اللي كنا خلطناهم حطيناهم دو كوتي. نحكم البلا تاعي تاع الفرن ندهنه بشويه تاع زبده، ونكب هذاك الخليط اللي تحصلنا عليه في ديك الصينية ونعملها في الفوق طيب مدة 20 دقيقة 180 درجة. ما نقدروش نديروهم في دي، ينجمو يديروهم كوم دي مادلين. نعم، ينجمو يديروهم في المول تاع الكيك، ينجمو يديروهم في ان بلاكاري ولا اللي متوفر عندها في البيت. نعم، هنايا تحب المستمعة الكريمة تضيف لها الشوكولا من الفوق، تحب تخليها لهم هكاك ساك، انا جو بريفير باش ينقصو لهم شوية في الحلو نخلوها هكاك، يدروا عليهم غير شوية شوية سكر كلاص، ندروا عليها من فوق سكر كلاص وشهية طيبة. يعطيك الصحة شيف مفيدة. إذا كانت وصفة جميلة، وصفة للأطفال والتلاميذ وحتى الكبار الطلبة المقبلين على الامتحانات، هي فيها الزبيب وفيها القرقاع اللي مليح مليح للذاكرة ويقوي الذاكرة تاع الأطفال. نعم، وحنا دائما نمدوا نصيحة لكل الأمهات هذا الأسبوع نقللوا من الانفعالات، لأنه التلاميذ راهم إن شاء الله راهم مقبلين وراهم ساي يبداو الامتحانات، ما يكونش هكا لو ستريس فيهم. ومادا بيا أنا كاع الأمهات وليداتهم اللي في خاطرهم تكون وجبة المفضلة عند وليداتهم يديروها هذا الأسبوع باش يشجعوهم معنويا أيضا. ومع الوصفة الثانية نمروا، نعرف الأطفال تاعنا كاع يحبوا لي كوكيز. حتى انا نحب لي كوكيز. جبت لهم طريقه تاع لي كوكيز. نعم، عندنا مقادير 150 غرام زبده طريه يعني نورمال ما تكون دايبه، ما تكون على حراره الغرفه. نعم، 150 غرام سكر ناعم، زوج حبات بيض، 60 غرام مايزينا، 300 غرام فرينه، ونصف كاس تاع خميره كيميائيه، و60 غرام حبيبات الشوكولا، ونصف ملعقه تاع لافاني. دوك نعاودو المقادير. نعاود المقادير. نعم، حتى انا ما كتبتهمش دكتور، دوك نعاود نكتبهم غير بشويه باش نكتب. 150 غرام زبده طريه يعني حراره الغرفه. نعم،
150 غرام سكر ناعم، ايه، زوج حبات بيض، 60 غرام مايزينا، 300 غرام فارينة، نصف كأس خميرة كيميائية، 60 غرام حبيبة شوكولا يعني البيبيت وشوكولا، نصف ملعقة عطر فانيلا. هنا نحكم البيض تاعي مع السكر، نضربهم غاية بلو باتور حتى يطلعوا مليح. من بعد نضيف الزبدة هذيك الطرية تاعي، نضيف 300 غرام تاع الفارينة و 60 غرام تاع المايزينا، نخلطهم ونضيف نصف كيس تاع الخميرة و 60 غرام تاع حبيبات الشوكولا. ونحكم هنايا، نحكم ان بابي كويسون نحطو باش ما يلصقوليش لي كوكيز تاعي، ولا ندهن سورتو لي كوكيز، ولا ندهن لو مول لو بلاطو تاعي ندهنو غاية بالدهان، ونزيد ندبر فوقو الفارينة. نحكم غير بالملعقة بالمغرف الكبيرة تاع الكويارا سوب، نحكم ونحط الخليط تاعي. هنا نتحصل على خليط يكون شوية جاري، نديرو ملعقتين، واحدة نرفدو بها واحدة نرفدو بها واحدة نهودو بها كيما بكري سيستم بي. ايا ونحط هنايا 180 درجة حتى يشوفهم حمارو، ما نقويش الفوق بزاف باش ما ينحرقوليش، باسكو لي كوكيز كي بالخف يحمارو. صح. وش هي طيبه بنتي دارتهم هذه يومين نص حرقتها بسلامتها. لا بصح جابي شي تتعلم جميل. هاد الخطره حرقتهم، الخطره الجايه تخرجهم غايه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا شكرا ليك، وكانت وصفه تاع الكوكيز اللي يحبوها كاع الاطفال. دار دارك. ونعاود ونولوا الشيف مفيده ومع الوصفات الجميله. جبت لهم هنا ان كيك بالجوز الهند، يعني بنوات كوكو وسيترون. عندنا 250 غرام فارينة، 320 غرام سكر ناعم، 130 غرام جوز الهند يعني نوات كوكو، 250 غرام زبدة دايبة، 4 مغارف كبار كاكاو، يكون من الأحسن يكون أسود كاكاو نواغ. نعم. خميرة كيميائية ساشي، على حسب هنا، على حسب ما رانا دايرين البيض. درنا هنايا زوج حبات، لا كان درنا زوج حبات بيض نديرو ان ساشي، ولا كان درنا ربع، مازال ما تكملش البيض. نعم. خميره كيميائيه. ايه؟ عندنا وحده باسكو هنا راني دايره زوج حبات بيض. نعم. عندنا بيض. ملعقه كبيره تاع عطر الفانيلا، عندنا زوج حبات بيض، عندنا زوج حبات لا ثلاثه حبات ليم، نسحق لو زيست تاعو لو جو لو زيست فوالا لي دو. و بوغ لا ديكوراسيون عندنا مربى مشماش، ولا كان مربى متوفر عندها تاع ليمون ولا تاع برتقال مع رانا في وقت الحمضيات. نعم. وكاع الناس راهم دايرين الكونفيتور، كامل الناس راهم دايرين الكونفيتور فوالا. 200 الى 300 غرام شوكولاته هنايا تكون دايبه. نعم. للتزيين. نعاود المقادير. وي. عندنا 250 غرام فارينه، 320 غرام سكر ناعم يعني سكر غلاس، 130 غرام جوز الهند، 250 غرام زبدة دايبة، 4 مغارف كبار كاكاو من الأحسن يكون أسود، وحدة خميرة كيميائية، ملعقة كبيرة تاع عطر الفانيلا، وزوج حبات بيض، وزوج حتى ثلاثة حبات تاع ليمون. نعم. جو اي زيست. نعم. وعندنا فوالا، وعندنا مربى المشماش ولا المربى اللي متوفر، ومن 200 حتى 300 غرام شوكولا. نعم. حنا مدينا لهم وصفات تاع المعجون تاع لي كونفيتور، مادام راه لي زورونج راهم رخاص وراهم شتي يتباعوا بالشكاره، يتباعوا بالشكاير 4000 كيلو زعما عصري وشربي متوفره والواحد يبروفيتي. نعم. كي هو كي الليمون. بسم الله. عندنا هنايا طريقه التحضير. ندوب الدهان 250 غرام تاعي تاع دهان، ندوبها نخليها تبرد شويه، نحكم زوج حبات بيض تاعي مع 320 غرام تاع السكر ناعم، نضربهم غايه حتى نتحصل على خليط يكون بلون، نشوف الخليط تاعي ولا ابيض. نعم. نضيف له الزبده هذه استيس ابيض باش يليق ابيض لي باتور، كامل الناس راهي عندهم لي باتور. صح. ولا ما كاش بالفوي بالفوي واليدين بكري باش كانوا يخدموا جداتنا. صح. غير بالفرشيطه. بصح. هيا نقدبوا الدهان، نخلطوه مع البيض والسكر كلاصي، من بعد نضيف 4 مغارف تاع الكاكاو، من بعد نضيف 250 غرام تاعي تاع الفارينه، وال130 غرام تاع جوز الهند، ولو ساك تاع لا ليفو مغرفه تاع الفانيلا في الاخير. هنا نتحصل على خليط شغل
جاري كي تاع المادلين تاع الموسكوتشو. نعم. نحكم لو بلاطو اللي عندي من احسن تكون السني يكون كاري. نعم. ندهنو غايه ونكب هذاك الخليط تاعي، ندخل الكاطو تاعي طيب على 180 درجه حتى ل 25 دقيقه، يطول شويه في طياب. ندخل لافورشيت تاعي لا صبت ومازال ما طابش، خرجت شكون منديه شكون شويه مشمخه، نعاود نرجعو يطيب حتى نشوفو طاب غايه. هنا في هذا الوقت نكون بون ونضيف لو زيت دو سيترون الخليط تاعي. في هذا الوقت نكون حصرت لو جو دو سيترون ودفيتو شويه مع الكونفيتور، خلطيه نخلطو مع الكونفيتور. مانيش لو زيست دو سيترون مع الكونفيتور. كي يخرج لو بلاطو تاعي ديري لا ما لا والو، ما ديري لا ما لا والو، تخلطيه غايه يجي نتحصل على 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 تكون شويه عاقد خاطر شويه ثقيل. شويه ثقيل باسكو الكونفيتور يتقلو. هنا لاستيس راهي كي يخرج لو بلا تاعي من الفور، نحكم بالفرش بالفرشيطه ولا بالكوردون، نثقب كامل لو بلا تاعي باش هذاك يدخل، باش نسقي هذاك لو كونفيتور مع مع لو جو دو سيترون. هذا اللي قنسيه مفيد. هذا نقول لك وصفه بنينه بالبزاف. احنا راه فينا لا غريب وكاع عمرنا نعصروا الكليم ونديروا كاع نستبن. من بعد تخلي هذاك هذاك الكونفيتور يشربوا الموسكوتشو تاعنا يريح شويه بس ما يبرد. هنا نكون ذوبت الشوكولا تاعي 300 غرام تاع الشوكولا، نضيف لها زوج مغارف ولا ثلاث مغارف تاع ما نجريها شويه على نار نورمال بلا بان ماري عليها، ومغرفه تاع دهان ولا قطيره تاع زيت باش ما يلصقش، ونكبها فوق الموسكوتشو تاعي. هنا التزيين، تحب ترمي فوقها لي فيلي تاع تاع اللوز، تحب ترمي فوقها نوات كوكو من احسن نوات كوكو، من احسن نوات كوكو. كوكو. نعم. تحب دير دي تري في الميم تيم فوالا، تحب دير دي تري وشوكولا بلون وتفوتهم بالكوردون يخرج لها جور ميلفي وتقصها دي كاري وبالصحه والحنا. شكرا ليك، شكرا ليك شيف مفيده. حنا عطيتينا وصفات فيها الفيتامينات، دونك الاولى عطيتينا المادلين اللي فيه زبيب وفيه الجوز والقرقع، اذا مليح مليح للذاكره تاع الاطفال، وعطيتينا كوكيز اللي كاع كي الكبار كي الصغار يحبوه، والكيك تاع نوات كوكو اللي فيه لو جو دو سيترون. لاستيس هذه تاع جو دو سيترون بالمعجون في الاخير هذه بنينه روعه، مع نوات كوكو بري سيترون بنينه روعه. صح، انا عندي غير ميلك تشيك اللي هو عصير مليح في هذا. انا نركز دائما على التلاميذ وعلى الطلبه وعلى الاطفال في هذا الاسبوع باش ياكلوا مليح. ان التلميذ من يكون كالي مليح مام لا ريفيزيون والمذاكره تاعه تجي مليحه، صديقي يقدر يستوعب. اذا لي بانان نقدروا نديروا غير حبه تاع بانان ونديروا الحليب تاعنا، وحبيبه مفيده حبيبه تاع قرقع وشويه زبيب، ولكن نطحنوا هم مليح مليح ونعاود نصفيهم. انا هذا دائما ميك تشيك اللي نديره بلي بانان وبال شويه تاع القرقاع وبشويه تاع الزبيب، ندير فيه مغرف صغيره تاع عسل، تاع عسل حر، لكن عندك عسل حر ولكن عسل جوده تكون ثاني مليحه. اذا تطحنيه مليح مليح، وكاين الاطفال اللي ما يحبوش هذوك لي غرومو تقدري ثاني تعاودي تصفيه. انا بون نشربو كيما هاك، ولكن الاطفال تقدري ثاني تعاودي تصفيه مره ثانيه باش هذاك لو جو يقعد صافي يقعد مليح، ودو بريفيرونس مع الصباح يكون كوب تاع عصير تاع البنان وفيه الاخر. كاين اطفال ما يحبوش يشربوا الحليب، ما يحبوش يشربوا الحليب صباح. نعم هذا عصير زوين وشباب. اذا واش تقترحي؟ مازال كاين الوقت ومازال كاين الوصفات مع الشيف مفيده. والله المحلبي محلبي تاني مليح، المحلبي مليح للاطفال. كاين اللي يحبوه وكاين اللي ما يحبوش. نعم. نعطي لهم المحلبي. نعم. وكاين تاني مستمعات اللي يقول لك محلبي ما ينجحناش، كنت ديجا مديتها لهم في رمضان. إيه؟ الوصفه ونعاودها لهم باسكو طلبوها. نعم تفضلي. عندنا يطرو تاع حليب سبع مغارف، هنا اكدوا على رقم سبعه. سبع مغارف تاع روز، سبع مغارف تاع سكر روز يعني مطحون بودره. نعم. او متوفر في الاسواق. نعم. ولا كان ما كانش في الاسواق يرحوا خير ربي راه كاين. راه كاين يحكموا سبع مغارف تاع روز، سبع مغارف تاع مازهر، سبع مغارف تاع سكر، سبعه في سبعه سبعه في سبعه. يحكموا اليطر تاعهم تاع الحليب، يديروا كل شيء بارد في بارد. نعم. يخلطوا ويقعدوا ونديروا انتنسي تاع قرفه، لازم القرفه الحليب دواء القرفه الحليب
ويحقدوا فوق الفرن على نار هادي يخلطوا مدة ربع ساعة حتى 20 دقيقة هكاك، حتى يشوفوا يشوفوا العقدة تاعهم ولا تحصيدة، هذيك الحليب تاعهم ولا قالت يديروا في فريجيدار ويزينوا بشوية قرفة وشوية جوز وبالصحة والحمى. حاجة عليك وصفة جميلة ووصفة صحية، ماذا بيك تعاودي لنا الوصفة؟ ماما زليخة حبت عندنا يضرو تاع حليب، 7 مغارف سكر، هنا اكدوا على رقم 7 قلنا 7 زليخة 7 مغارف سكر، نعم 7 مغارف ما زهر، ايه وقرصة تاع قرفة، نعم ونقعدوا قلت لك بوندون 15 مينوت حتى 20 مينوت على نار هاديه، نقعدوا نخلطوا حتى نتحصل على حصيده، نعم ونديروها في ديزاسيات تاعنا ونديروها في الثلاجه ونزينوها بقريفه هكا وشويه جوز، نعم بالصحه والعافيه، نقلشوها شويه مكسرات. المحل بي مليح للاطفال، نعم مليح. شكرا لك شيف مفيد. ولي التحقوا بنا اللحظه، نحييكم ونقول لكم راني مع الشيف مفيده اللي عطات وصفات تفيد كل التلاميذ والطلبه المقبلين عفوا على الامتحانات. ونختموها بواحد الخبيزه تاع السميد اللي انا تاني راني حابه نسييها مفيده اليوم ان شاء الله. نعم تفضلي. عندنا ريتلة تحليب دافي، كاس مارغارين دايب يعني دهان يكون دايب، 2 حبات بيض، 100 غرام فارينة، وحبة بيض للتزيين، وسوي السميد، وحبة سميد يكون هنا رطب. شحال سميد؟ حتى تلايم العجينة، باسكو هنا غادي نديرو السوائل قبل من بعد اللايمة. صح. عندنا عند التزيين عندنا حبة بيض، سانوج، وعندنا خميرة تاع الخبز 30 غرام حتى 50 غرام تاع خميرة، و10 غرامات سكر عادي، والملح هنا السميد تحصلوا على واحد 400 غرام حتى 500 غرام ابيبري. نعم اذا نعاودوا غير المقادير حتى انايا مع ما عندنا ريتلة تحليب دافي، نعم كاس تاع مارغارين دايبه يعني دهان دايب، 2 حبات بيض، 100 غرام فرينه، ملح، حبه بيض للتزيين، وسانوج ايه، و 50 غرام من 30 غرام حتى 50 غرام خميره تاع الخبز، و 10 سكر 10 غرام سكر عادي، 400 غرام حتى 500 غرام سميد متوسط. السميد يكون متوسط نلمو في غاميزه حتى نحصلوا على العجينه. فوالا لاخش كي فيه انواع واسافار كاين سميد اللي يشرب وكاين سميد هنا على قلت لك من 400 حتى 500. نعم احنا غير بشويه غير بشويه عينك يا ميزانك اللي عينك يا ميزان. نعم داخل القصعه ندير الحليب تاعي والدهان الدايب وزوج حبات تاع البيض والملح والخميره اللي قلنا عليها 30 غرام حتى 50 غرام، وهنايا ونضيف الفرينه تاعي، وهنا نبدا نضيف بعد ما نغرب لها الفرينه نبدا نضيف السميد تاعي حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه شويه، ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش تكون متماسكه، نشكلها على شكل كريات صغيره ونعاود نخليها تخمر، من بعد هذوك الكريات اللي تحصلنا عليهم وسيله نعاود نرمدهم في السميد، نعم نزيد نخليهم يخمروا شويه، من بعد نحلهم غير بيدية، نحكم هذاك الحبه تاع البيض اللي قلت لك عليها للتزيين، نضربها غايه نضيفها معاها ملعقه تاع سكر ولا تحليب ولا تاع قهوه باش تعطينا لا دوغور تاعي لا دوغور تاعنا تاع الخبز تكون دوغي، نفوت عليها بالبانسو وندير لها شويه سانوج ونديرها تطيب في الكوشه 180 درجه مده الطهي 30 دقيقه. هذا خبز خفيف، نعم ينجموا يديروا خبيزات صغار كوم دي زومبورغور، ينجموا يديروا خبيزات كبار. يعطيك الصحه وصحتهم. شكرا ليك وشكرا ليك على الوصفات الجميله اللي سمعتيها علينا اليوم وجاوبتي على الاسئله ايضا.